ايه الموقف بقى التنفيذي عشان الناس بتسأل عليه؟ النهارده واحنا بنتكلم احنا عندنا في المخزن، اعتقد الرقم اللي جالي يعني من قبل الحلقه على طول ادق حتى من اللي حضرتك شايفاه، احنا نهايه الاسبوع اللي احنا فيه هيكون عندنا في المخزن 532 الف جهاز تابلت. احنا استلمنا 416 فعلا موجودين، وفي المطار 104 بنفرج عنهم، وهيبقى الاجمالي كده 520، وفي 12000 جايين بكره. ممتاز. فلما نقفل ده كله هيبقى عندنا 520. لمن يسال فين التابلت؟ التابلت موجوده بالارقام دي. في 520 الف تابلت. طب ما وزعناهاش ليه؟ لانه وهتتوزع امتى؟ واتهمنا بان المشروع ده وهم وخيال وحاجات كده. لا، ما وزعناهاش لان مش هي الهدف. التابلت لوحدها بعد ما شفنا الصوره دي مش هي الهدف خالص. التابلت انا جايبه عشان بيه حاجتين، عشان اذاكر، فقوم لازم الاقي المحتوى، مش كده؟ يعني لازم الشبكه الداخليه عشان ادخل على بنك المعرفه من خلالها، فلازم اجيب له الشبكه الداخليه، وبعدين نحط المحتوى عليها في مصر كلها، وبعدين كل تابلت مكلفه الدوله كتير. فاحنا توزيع التابلت غير توزيع الكتب، وتامينها، وان احنا نتعهد ان احنا هنحافظ عليها، والتامين اللي هيتحط عليها، واعطائها لمن يستحق. ما نقدرش نخسر تابلت واحد. ممتاز. دي مسؤوليه جنائيه. فبالتالي عمليه توزيعها مرتبطه بوجود المحتوى، وده جاهز دلوقتي هنشوفه مع بعض، وكمان الشبكات والشاشات. طب احنا فين في الشبكات اللي جوه المدرسه؟ جميع الشبكات الداخليه خلصت في كل المدارس، والالياف الضوئيه اللي جايه من بره خلصت. فاضل في 1500 مدرسه اتحط فيهم كمان السيرفرز، فاضل حوالي 900 هم اللي بنخلصهم. على اخر يناير هيكون كل الصوره اللي حضرتك شفتيها داخل المدرسه ومن بره المدرسه خلص بالكامل. كده هتبقى مدارس مصر في المرحلة الثانوية الحكومية كلها فيها هاي سبيد انترنت أعلى من أي بيت. فيها 100 ميجا في الثانية في كل مدرسة حكومية في أرجاء مصر. دي هدية الرئيس للناس اللي محدش شافها، ما نقدرش نشوفها. الكابلات دي تحت الأرض. الكابلات دي اتعملت، نشكر وزارة الاتصالات طبعا، وجهاز تنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والقوات المسلحة، وسلاح الإشارة، كل الناس دي اشتركت. في 63 شركة اي تي في مصر شغالة في الشبكات الداخلية دي، وفي اوض السيرفرز، وبنجيب لها تكييفات. وبعدين السيد الرئيس أصر ان كان ممكن نكتفي على فكرة بالشبكات الداخلية، هو أصر على الألياف اللي بره. قلت لا، دي حاجة مهمة جدا تدخل في القرى والنجوع وفي مصر كلها. وفي نفس الوقت قلنا ان في 11000 فصل، هم 2530 مدرسه بس هم 11000 فصل. كل فصل عشان مدرس يقدر يشتغل بالادوات دي لازم نجيب شاشه كبيره في الفصل بدل السبوره. مش بقى الشاشه التفاعليه، لا، الشاشه دي عباره عن كمبيوتر. هيبقى عليه نفس المحتوى ده، فهو هيقف يوريه لهم، وهم كلهم معاهم التابلتس برضه، بس بيتفرجوا عليه وهو بيشرح، او بيعملوا حاجات مع بعض، او بياخدوها البيت. بس في 11000 شاشه كمان بتركب بنفس في نفس التوقيت. يعني كده في كام حاجه بتحصل بالتوازي. الناس بتحفر وبتاخد تصاريح وبتاع علشان ندخل الياف ضوئيه. واجهزه الرقابيه كلها كانت معانا عشان، والمحافظات طبعا، محافظين ومديري المديريات. ففي جيش هنا ورا، عمل مشترك يعني، عمل بين كل مؤسسات الدوله. وفي نفس الوقت الشبكات الداخليه، وفي نفس الوقت الشاشات. لازم البازل دي تركب على بعض. فده الموقف التنفيذي بتاعها. وتوصيل كابلات الفايبر خلص بالكامل، علشان نعمل مسارات داخليه بقى بنكملها وبنوصلهم ببعض. ونظام الامتحانات، الاجهزه الخاصه بيه اللي تعمل سحابه بنوك الاسئله دي، مؤمنه في حته مؤمنه جدا. ودي وصلت وجاري تجهيز النظام عليها عشان يشتغل في اخر يناير. كويس. يبقى كل المنظومه رجعت. احنا بقى بنعمل امتحانات تجريبيه. وده بقى اللي انا كنت بقصد ان انا اسال حضرتك عليه من شويه، لما قلت لك الطلبه هيبقوا مستعدين ان هم يمتحنوا عن طريق التابلت. كويس. انتوا هتعملوا لهم امتحانات تجريبيه يا سياده الوزير؟ احنا بنحاول نعمل النقله الفكريه دي على مرحلتين.
كويس. عشان ما يتصدموش بنقله عنيفه جدا من اول تغيير شامل في كل حاجه، بدل ما بذاكر من الكتاب بقى في ايدي جهاز وحاجات رقميه وكمان الامتحان على جهاز وبتاع، والامتحان شكله مختلف عن زمان، نعملها طبعا على خطوتين. فقلنا الامتحان اللي في اخر يناير بتاع الترم الاولاني هنعمله على الورق مش على التابلت، حتى لو التابلت معاه عشان بس نفصل القضيتين عن بعض، ومش هنحسب نمره خالص عشان نريحه من الفزع بتاع الامتحان. يعني تدريب